السلام عليكم. تتواصل الأحزان والفواجع في شهادة البكالوريا، فبعد وفاة التلميذة إيناس حجري خديجة بمرض عضال، والتي فازت بمعدل بتقدير جيد في شعبة الرياضيات بولاية عين تيموشنت، ها هو الموت يخطف تلميذ آخر من النجباء بولاية معسكر، حيث أعلنت عائلة بن جبارة بذات الولاية عن وفاة ابنها الخلوق والبر والمحبوب بين أهله وزملائه التلميذ صالح. تحصل على معدل بتقدير جيد 14.02، انتقل إلى جوار ربه في حادث مرور خطير. الجزائريون تفاعلوا بقوة وبحزن شديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.